لدينا إمكانيات مالية واضحة نوزع هذه الإمكانيات بعدل على كل مناطق الوطن، لأننا بلد موحد، بلد متماسك، ونريد أن تكون عدالة في التوزيع الخيرات، أن نخرج من هذا المنطق اللي كان يفضل مناطق على أخرى. عيب وعار على جزائر الثورة، جزائر أول نوفمبر، اللي جمعت كل الشعب الجزائري لمحاربة الاستعمار الغاشم، أنها تفرق بين أبنائها.